عورك كده حبيبي خلي اخوان ولاد البيت. عورك كده ازاي؟ بالطوب. اول ما دخلنا بالمسير عن طرح الحرب ما سمحوش لنا ان احنا نخش الميدان. قعدوا يحدفوا علينا الطوب. حاولنا نعمل معاهم هدنه، رفضوا الهدنه وبطئوا بحذف الطوب وبيستدرجوا الشباب في الهدنه وراحوا ضاربين طوب عاوزين يعملوا لنا كمين. ادي الاخوان عاوزين يحتلوا الميدان، ميدان الثوره اللي جاب الرئيس بتاعهم. خرطوش هناك بيضربوا بينا بيه، مش مصدق اروح اسمع خرطوش شوف خرطوش. بس ده اللي حصل، هم بيضربوا اي حد في اي حد. وكلنا النهارده بنطالب بسكات محمد بوس. حب المرشد عاوي خيانه، حب المرشد عاوي خيانه، يسكت يسكت حب المرشد، يسكت يسكت حب المرشد. الضربه ما بطرش، بيضربوا من قبلها، كسروا المنصه، قل ادبهم، بيشتموا، بياخدوا الشباب ويضربوهم. انت بدايه بس كده، هل انت اخوان اصلا؟ انا اخوان. طيب انت شايف دلوقتي الضرب اللي بيطلع من الناحيه دي من ناحيه الاخوان طالع من الاخوان نفسهم ولا من حد غريب مندس عليهم؟ ده رد فعل. ده رد فعل مش فعل. ما انت لازم تفرق بقى بين الفعل ورد الفعل. انت بتضربني انا مش بحوش وبدي ابعدك عني؟ يعني انت شايف ان ولا انت تضربني وانا اقول لك جزاكم الله خيرا وابوس على دماغك؟ ما تقول لي بقى. طيب انا دلوقتي كده اخد منك الكاميرا وبدي اضربك. هتعمل انت حضرتك موجود هنا من الساعه كام؟ انا من الساعه 9:30 الصبح. انت شايف مين اللي بدا بالضرب الاول؟ اللي بدا بالضرب اللي حصل بالظبط. احنا كنا عند المنصه اللي هناك. تمام. وفي واحد وقف وقال احنا على فكره احنا كان كل اللي تحت اخوان كلهم. تمام. وكان في ناس ثانيه كتير. تمام. وقف وقال احنا جايين نحاسب مرسي على الميديو. طلع واحد صعيدي مش من الاخوان ومعروف يعني صعيدي، واخد بالك؟ وراح جاي طالع انت انزل يا ابن الجزمه، وراح جاي قاعد يشتم في الراجل. راحوا جايين اللي فوق ضاربين، راحوا الناس طالعين هاجمين على المنصه. يبقى الفعل الموضوع كله اتاثر رد فعل مش فعل. واحد فيهم راح رافع لنا لمؤاخذه عايز يكمل الجزمه، بعدين سيادتك كمل بس، رافع الجزمه في وش الناس وتقف عليهم. طب انت منتظر منه يشيل المنصه على دماغه؟ عايز تطلع المنصه؟ طب اتفضل اتفضل. بعد ما اتفضل عمل ايه؟ تف على الناس ورفع عليهم الجزمه في وشهم. بيعملوا ليه؟ بيصلوا له سجد وشكر. لازم يكسروها فوق دماغهم. الله ينور عليك. يبقى انت مش جاي يا لمونزا. استلم بقى خد الصوت. اثبت اثبت الصور وهما بيحتفلوا بهزيمه الاخوان وطردهم شر طرد من ميدان التحرير. الف الف مبروك، وان شاء الله الشعب المصري هيعرف الحقيقه وهيعرف التضليل باسم الدين، يعني الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي. كل الاحزاب اللي قايمه على اساس مش مظبوط، على اساس ديني، وده غلط. احنا كلنا مسلمين وكلنا مسيحيين، والدين لله والوطن للجميع. تقولي ايه؟ تقولي ايه للثوار اللي بيحتفلوا بهزيمه الاخوان؟ مبروك وطرد. مبروك واستمروا. مبروك واستمروا. افرح